فاتحة هاد المناظرة وليس ندوة، مناظرة من التناظر وكذلك ترافع من أجل وجهات النظر كل حسب وجهات نظره، أطراف مختلفة، لكن فقط استذكارا واستحضارا لسياق هذه المناظرة هو الاحتفاء واحتفال النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمرور 6 عقود 60 عاما. بدوري أرحب بهذا الحضور الكريم ورحب بكل الرؤساء كل واحد بصفته وباسمه، ورحب بزملاء الصحفيين في طنجة وفي جهات طنجة في طوال الحسيمة في هذه المناظرة التي أردنا أن تكون مناظرة جهوية حول موضوع هام يجب رأينيته حاليا كما يعلم الجميع في المشاركة المتميزة للمنتخب المغربي مؤخرا في تنظيم بطولة عالمية مؤخرا في المغرب، كذلك في زخم وطني وحس وطني كبير، وكذلك هنا في طنجة. نحن في المجلس الوطني للصحافة كما تعلمون كل القضايا التي تطرح بالنسبة للصحافة والصحفيين نعتبر على أننا طرف أساسي فيها كمرافق كمساعد كمدعم، لأن قضايا الصحافة بالنسبة لنا تعني تطور المجتمع المغربي من خلال تقديم منتوج جيد، من خلال تقديم صحافة أخلاقية، من خلال تقديم العمل صحفي راقي يستجيب لتطلعات المجتمع. وفي قضية الصحافة الرياضية نحن نعرف أن بلادنا قطعت أشواط مهمة فيما يتعلق بالبنيات التحتية، فيما يتعلق بتأهيل الأندية. عندي واحد مناظرة جهوية حول الإعلام والرياضة اللي نظمها فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية مع فرع الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، واللي كتندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية. مناظرة عالجت إشكالية من أهم الإشكاليات المهنية هي علاقة الإعلام بالرياضة، كيف وقع جرى تحولات عميقة جدا في المشهد الإعلامي، وقعت تطورات كبيرة جدا في المجال الرياضي، كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تساهم بشكل إيجابي في تطوير البنية الرياضية وفي تطوير الممارسة الرياضية في بلادنا. لذلك نعتقد أنها مناظرة ناجحة جدا، أطروها مختصون وخبراء، اللي خلصت إلى توصيات اللي إن شاء الله سنعمل على متابعتها. العلاقة بين الإعلام والرياضة عرفت تحولات عميقة جدا خلال المدة الوجيزة الأخيرة. أولا، تحولت وسائل الإعلام من منصات لإطلاق الأخبار ولإعلان الأخبار ونشر الأخبار إلى أخبار متعلقة بالرياضة، إلى وسائل الإعلام كرافعة والإعلام كرافعة أساسية للنهوض بالقطاع الرياضي لأسباب كثيرة. أولا، هناك تغيير في تحديد هوية الرياضة. الرياضة في السابق كانت ممارسة ترفيهية وفرجوية إلى حد كبير، تحقق المتعة، تحقق الفرجة، تحقق الترفيه. المشاركة ديالي كما قلت أنا كنفتخر بأنه استدعوني باش نستدعيك النقابة الوطنية للصحافة، ورغم ماشي سهل الحمد لله كيحصل لي الشرف، وكنشكرهم جميع المكونات واللجنة المنظمة، وكنا مساهمين متواضعين قد الحل والحمد لله جميع هدرنا في المجال الرياضي، في المجال التأطيري، في المنتخب المغربي، في البنية التحتية، وهذا شيء جميل في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وما تقدمه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فهو باين للعيان محكم ويكون الأمور مضبوطة إن شاء الله. عندنا حظوظ كبيرة باش تكون عندنا الكان 25. جميع المنتخبات المغربية وجميع الشباب المغربي اللي كيتكون اللي هو داخل منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقوموا بالتدريبات والتكوين، والتكوين بحق حقيقي. إذن هذه إنجازات غير مسبوقة والحمد لله احنا بلادنا كتفتخر بها، ولكن بحال كيقولوا السيد الوزيفي هو أنه كاين بنية تحتية هائلة بالمغرب وكاين نواقص
والجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كتشتغل عليها وغادي تزيد وغادي تخدم وغادي تطور. إذا كانت النقابة الوطنية قد أسست من أجل حماية حرية التعبير وأيضا الاستقلالية وأيضا كينونة الإعلام الوطني، فأيضا الجمعية المغربية الصحافة الرياضية أنشئت من أجل تكريم التخصص في المجال الرياضي وأيضا من أجل الانتصار للقيم الرياضية والانتصار أيضا للأشياء التي يختص بها الإعلام الرياضي. فإذا هي دورة أنا أعتقد على جانب كبير من الأهمية في إطار هذه الاحتفاليات، وهي تؤكد أيضا على أن هناك إرادة من أجل المساهمة في تطوير الصحافة الرياضية الوطنية حتى تطلع إن شاء الله بالمهام المناطة بها، وهي مهام ثقيلة وثقيلة جدا تحتاج إلى جيل من الإعلاميين المكونين على أعلى مستوى. الرياضة أصبحت صناعة، وبالتالي لم يعد مقبولا على الإطلاق أننا نسلم أنفسنا إلى الهواية ونتمنى أنها تعطينا أجيال من الرياضيين الذين يمكن أن يقارعوا أبطال الرياضيين في المستويات العليا. اليوم رياضة المستوى العالي من سنة إلى أخرى وسقفها يصعد إلى الأعلى، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة لإنتاج رياضيين مكونين التكوين العالي. النقابة الوطنية للصحافة في إطار احتفالاتها بالذكرى 60 اختارت هذه السنة موضوعا ينسجم ويتجانس مع ما تعرفه المملكة المغربية من نشوة الانتصار والافتخار بما حققه المنتخب الوطني المغربي في البطولة العالم ديال قطر هذه السنة. النتائج التي حققها المغرب خلال هذه البطولة جعلت منه حقيقة نموذجا يقتدى به على مستوى العالمي، وأيضا مفخرة لكل الدول العربية والإسلامية والإفريقية. هذا السياق الذي تنظم في إطاره هذه المناظرة يريد أن يعطي الاعتبار لما تم تحقيقه من طرف المنتخب الوطني المغربي وما حققه من إشعاع على المستوى العالمي. المناظرة الوطنية للرياضة كانت هناك توصيتين أساسيتين، هما كانوا أربعة ديال التوصيات ولكن أنا سأركز على التوصيتين الأساسيتين. التوصية الأولى هي كانت مرتبطة بضرورة تطوير البنيات التحتية الرياضية، سواء تعلق الأمر بالبنيات الرياضية المساعدة على تنظيم التظاهرات الخاصة بالنخبة في مختلف الرياضات وليس فقط في كرة القدم، وأيضا المرافق الرياضية الخاصة برياضة الكرة. هادو جوج ديال التوصيات كانت مهمة. كيقول لك ما يمكنش نطوروا الرياضة إذا ما كانتش عندنا بنيات رياضية قادرة أولا على استيعاب الأعداد ديال الممارسين، ولكن أيضا تتوفر فيها الشروط المناسبة لممارسة النشاط الرياضي. تم تذكار بالمناسبة للإعلامي عبد الصدق بن عيسى، يسلمه التذكار الأستاذ يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة صورة استفزازية في المناسبة.